واحتفاء بذكرى 27 لتحقيق الوحدة المباركة وتحت شعار وحدويون، أقيمت بصنعاء المباراة النهائية لبطولة كأس الوحدة، حيث انتهى اللقاء بفوز وحدة صنعاء على حساب جاره الأهلي بركلات الترجيح. هنا في بلادي أرى وحدة على نورها يهتدي السائرون، كما يظل شباب ورياضيو الوطن على العهد باقين من خلال الاحتفاء بالذكرى 27 والحفل الختامي لبطولة كأس الوحدة اليمنية المباركة التي نظمها النادي العاصمي الذي يحمل تاريخ المناسبة العظيمة 22 مايو. اليوم الختامي هو سعادتنا وسعادة النادي وسعادة الهيئة الإدارية بنجاح المتمثل في يومنا هذا. هو يوم عزيز علينا كلنا الصراحة، هو يوم 22 مايو. الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا في دعم البطولة، سواء من وزارة الشباب أو أمانة العاصمة أو الفرق التي شاركت معنا أو سواء من الإعلاميين. الدربي العاصمي الأشهر بين الوحدة والأهلي شكل آخر محطات البطولة التي استمرت قرابة شهرين ونصف بمشاركة 12 ناديا يمثلون 6 محافظات. الحضور الجماهيري اللافت والغفير كان أهم ما ميز نهائي البطولة في ظل التحفظ الزائد من كلا الناديين وتضييق المساحات أمام الخصم، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة لقاء دوري المجموعات التعادل سلبي. بعدها لجأ الناديان إلى ركلات الحظ الترجيحية، حيث أدارت ظهرها للنادي الأهلي وابتسمت للوحدة ب3 ركلات ناجحة مقابل واحدة، ليتوج أزرق العاصمة بكأس الوحدة. ما شاء الله ما شاء الله، هذه كأس غالية علينا كلنا وعلى كل يمني، ووفقنا الله بضربات الترجيح. مباراة كانت جيدة، كان فيها شد عصبي ونفسي أكثر من الأمور الفنية، ووفقنا الله إن شاء الله في ضربات الترجيح، والحمد لله وشكر الله. مبروك الوحدة، هارد لك للجمهور الأهلي وللاعبين وإدارة، قدمنا اللي علينا. حظ في البلنديات دائما يلعب الحظ بشكل كبير، لاعبين الشباب كلهم يعني لا يتجاوز أعمارهم من 17 إلى 24 وأقل، فهذا في حد ذاته إنجاز للاعبين في هذا السن أنهم يوصلوا للنهائي. في ختام البطولة صعد الناديان العريقان إلى منصة التتويج لتسلم الميداليات والجوائز المالية المخصصة لصاحبي المركز الأول والوصيف. تامر عبد الوهاب.